أكد محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية دعم الدولة للقطاعات الأكثر استدامة. وأشار سالم إلى ضرورة دعم القطاع الصناعي لما له من مردود إيجابي على مستويات التوظيف والاقتصاد بشكل عام. لو أنا بضخ استثمارات وبشجع ضخ الاستثمارات في القطاعات اللي بتعتمد على الوظائف المؤقتة، الوظائف الموسمية، الوظائف اللي فيها أجور منخفضة تحت مبدأ إن أنا بشغل الناس كويس، إن أنا بشغل الناس، لكن في النهاية ده بيقلل من الحاجة إلى التعليم. إن أنا باخد مثلا في قطاع زي قطاع العقارات، أنا مش محتاج ناس أصحاب تعليم عالي عشان يشتغلوا في العقارات، لكن لو أنا بدعم قطاع زي قطاع الصناعة، لا، أنا هنا بخلي الناس إنها تتعلم أكتر وإنها تتطور مهنيا أكتر، وبالتالي هيبقى عندهم وظائف في القطاع الصناعي وفي القطاع التكنولوجيا نتيجة إن هم تلقوا قدر معين من التعليم، ونتيجة إن هم هيسعوا إن هم يتعلموا أكتر، وبالتالي الوظائف اللي بتيجي في الصناعة دي بتبقى وظائف أكثر استدامة، عمرها أطول، أجورها أفضل، وبالتالي أنا هنا كدولة بالنمط المختلف للسياسات الاقتصادية بحافظ أنهي قطاع. ده جزء من الموضوع مرتبط بمبدأ تكافؤ الفرص.